رجعنا مرة تانية مشاهدين هرك سعيد مستمرين مع بعض فقراتنا. وصلنا لفقرة هامة جدا، هي أداء البرلمان بالفصل التشريعي الأول. يعني كان في شد وجذب كتير، كان في أحداث كتيرة جدا جدا، محتاجين نقيم ونبص ونشوف ونعرض الرأي والرأي الآخر، يعني لعل وعسى نستفيد، لعل وعسى نعمل سبوت لايت أو يعني إضاءة أو نور على الملفات الهامة لكي نوصل لحلول نقدر ننفذها على ارض الواقع. طيب النهارده هنتكلم عن انه فصل تشريعي كامل معاه ايام وينتهي لمجلس النواب على انه يبدا الفصل التشريعي تاني بعد العيد الكبير على طول. مجلس النواب اجتمع 96 جلسه ولمده 8 شهور متواصله. المجلس اقرر 408 ماده وراجع 341 قرار. بالتأكيد البرلمان واجه صعوبات كتير، وبالتأكيد كمان هو عنده إنجازات تانية، لكن في النهاية يعني هقول إيه، يعني كانت أقل من طموحات المصريين. فخلينا النهاردة نتكلم مع ضيفنا الموجود معنا النهاردة في الاستوديو، يعني نحاول نقيم أداء البرلمان في الفصل التشريعي الأول. هيكون معنا النهاردة النائب طارق الخولي، وهو أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، نهار حضرتك أستاذ طارق. صباح الفل، كل سنة وحضرتك طيب في الأول، وسعيدة بابتسامتك دي، حسستني إنه يعني الحياة هتبقى إيه جميل على الأقل وإحنا قاعدين مع بعض. بس خليني في الأول بس أسألك سؤال كده، إيه يعني واضح ومباشر، هل حضرتك شايف إنه أداء البرلمان في الفصل التشريعي الأول كان مناسب أو كان مرضي لجميع المصريين؟ لا، ما اعتقدش انه كان مرضي، لانه الرضا ده بيتناسب مع حجم التطلعات اللي كانت الناس عايزاه، ويمكن حجم التطلعات كان كبير جدا واحنا مدركين لده. لكن خليني اقول لحضرتك انه بس خليني اقول لك على حاجه، يعني حجم التوقعات اللي احنا حطيناها والسقف اللي حطيناه لنفسنا في الطموحات والتوقعات دي مش احنا اللي حطيناه، يعني او مش الشعب هو اللي حطه، هو اللي حط قصادنا الجهات المعنية سواء كان من البرلمان أو من الجهات المعنية الأخرى. هم اللي حطوا قصادنا توقعات وأمال كثيرة جدا. يمكن ما اقدرش اقول انه كان البرلمان ككل كمؤسسه كان بيوعد بحاجه مباشره يعني، لكن النواب كل نائب في دايرته كان بيوعد بامور معينه خاصه في برنامجه الانتخابي. هو ده. لكن خليني اقول لحضرتك انه الفصل التشريعي الاول هو يعني البرلمان لم ينتهي ميعاده عشان احنا او تنتهي فصله التشريعي بالكامل اللي هو الخمس سنين عشان نقول انه لم يصنع شيء، لكن احنا كنا في دور الانعقاد الاول. دور الانعقاد الاول ده انا بعتبره انه مرحله تاسيسيه تنظيم وتنظيميه. ليه؟ لانه احنا كان عندنا عدد كبير من القرارات بقوانين كان لازم نراجعها وننتهي منها في مده 15 يوم. في ناس بتسال هل انتوا راجعتوها كويس؟ لا طبعا ما راجعناهاش كويس، لانه مده 15 يوم دي التزام دستوري كان صعب جدا ان احنا ننتهي من مناقشه 341 قرار بقانون بدقه، وبيترتب اثر ان احنا لو لم ننتهي منها خلال 15 يوم القوانين دي بتبقى كانها لم تكن. وقوانين ترتب عليها أوضاع قانونية للمواطنين، فده شيء في منتهى الخطورة. لكن نقدر نجيب أي قانون من 341 ونعيد مراجعته والتعديل عليه؟ طبعا نقدر نعمل ده. تمام. الحاجة التانية أن احنا كان عندنا 60 اتفاقية دولية كان لازم نراجعهم وننتهي منهم، وعملنا ده. كان عندنا لائحة داخلية للمجلس، اللائحة الداخلية دي في برلمانات تانية قعدوا عشرات السنوات عشان ينتهوا منها، احنا انتهينا من اللائحة الداخلية في شهرين. فكان ايضا بالنسبة لمسألة انه في نواب كتير جديدة وكان لازم انهم يندمجوا في العمل البرلماني ويقدروا انهم يمسكوا ادوات العمل البرلماني. دي كلها اسباب ومعوقات كانت اداء البرلمان ده ما وصلش لتطلع الناس، لكن ما قام بالبرلمان في 8 شهور هو تجاوز بالأرقام بالتشريع والرقابة ما قام به برلمان 2005 في الخمس سنين. نعم. يعني رغم كده احنا مش راضيين عن نفسنا، لكن بنقول انه بالأرقام بالأدوات التشريعية والرقابية سواء كان مشروعات قوانين أو اقتراحات بقوانين أو توجيه استجوابات أو أسئلة أو بيانات عجلة، الأدوات التشريعية والرقابية كلها بالأرقام أكبر بكتير من برلمان 2005، وده هنستعرضه إن شاء الله في الجلسة العامة يوم الثلاث
رئيس المجلس هيعرض تقرير كامل امام الراي العام بالارقام احنا عملنا ايه في دورنا العقدي. والحقيقه احنا يعني لا نخفق ابدا الانجازات او الجهود اللي حصلت داخل البرلمان، لكن ايضا خليني ادخل معاك بالتفصيل بقى. يعني بالرغم من مراجعه البرلمان لعدد كبير وضخم من القوانين الا انه وافق على اكثرهم. وده اللي كان، والقوانين دي اللي كانت بترفضها او بيرفضها الشارع المصري، منها مثلا قانون الخدمه المدنيه. نعم. ويليه على طول قانون بناء الكنائس اللي اغضب الشارع القبطي بشكل كبير جدا، وخصوصا الثلاث كنائس. فتعليقك ايه عن الموضوع ده؟ خليني اقول لحضرتك ان اول حاجه عملها البرلمان انه رفض قانون الخدمه المدنيه وتم تعديله وفق امور معينه او وفق اصلاحات معينه البرلمان طرحها، ولما عيد مره اخرى للبرلمان تم الموافقه عليه. قانون الخدمه المدنيه وقانون القيمه المضافه وبعض القوانين اللي اقرت داخل البرلمان هي لتوجه متعلق بالاصلاح الجريء. وانا يمكن ده مش كلنا بنتفق عليه، انه الاصلاح الجريء والسريع ده انه ردات الفعل في الشارع ممكن تتقبله، وانه بيختفي التسويق الحكومي للافكار، بيختفي كمان اجراءات اخرى لازم تتخذ في مساله الشباب. دي جمله يعني غايبه عنا جدا. ده حقيقي. ايضا لازم ان يكون عندي شبكه الامان الاجتماعي واضحه، انه المحدود الدخل اللي اتعصروا دول خلاص انا مش هيتعسروا تاني، هو كفايه عليهم كده، وانا عندي امان اجتماعي ان الناس دي مش هتتعرض لاي شيء متعلق باصلاح اقتصادي. ده للاسف برضو غاب ليه؟ لانه انا ما عنديش اجراءات، كان لازم اخد اجراءات، منها مثلا ان الدعم يبقى نقدي. النهارده الدعم العيني اللي بيروح للسلع ده، وانا بروح اشتري السلع انا بستفيد منه كغني وكفقير زي الفقير او محدود الدخل. مزبوط. وده شيء مش منضبط. مظبوط. ان النهارده جزء كبير من الدعم بيهدر في السرقة وفي الفساد، واحنا شفنا ده في لبن الأطفال، وشفنا ده في القمح، وشفنا ده في أنبوبة البوتاجاز. بعض السلع اللي بيتم دعمها بياخدها التجار وبيبيعوها في السوق السوداء. فبالتالي احنا النهارده عندنا الدعم اللي الدولة بتقدمه ده واللي بيستنزف الموازنة العامة للدولة، نصه بيروح في الفساد والنص التاني بيروح للأغنياء. والنهارده بلاقي المواطن مش مستفيد اي شيء من الدعم، وبالتالي كان لازم يبقى فيه هذا النوع من الاجراءات عشان اخفف وطئه رد الفعل الشعبي تجاه الاصلاح الاقتصادي. عشان كده تم رفضه. عشان كده تم في الاول رفضه، لكن احنا كمان دلوقتي بنتكلم كبرلمان ان احنا دور الانعقاد القادم لازم يكون عندنا قضيتين رئيسيتين، اللي هما اولا مكافحه الفساد بمنتهى القوه. نعم. وكان بالنسبه لنا لجنه تقصي الحقائق القمح هي نموذج لبدايه ما سيفعل البرلمان. نعم. خلال الفتره المقبله. وان احنا هنشكل لجان تقصي حقائق في ملفات كثيره، منها مساله الادويه، منها مساله لبن الاطفال، منها عده مسائل الاسعار طبعا يعني. وبالاضافه لده انه، ودي اللي كانت النقطه الثانيه، انه الاسعار وازاي يكون في اليات نقدر نحط تشريعات تضع اليات لضبط الاسعار والرقابه عليه. لانه ده مختفي، مفيش ضبط للاسعار، في بعض الافكار بتتقال حوالين التسعيره الجبريه انها ترجع تاني للسلع الاساسيه. في افكار كتير بنطرحها دلوقتي ازاي ان احنا نقدر نقوي شبكه الامان الاجتماعي للمواطن، لانه ده اللي بيهمنا. وفي الاخر مصر يعني عدد الاغنياء فيها او المرتاحين مش كبير. لا خالص. فاحنا بنتكلم على الشعب المصري، على القطاع الكبير، على القطاع الاكبر مرتاح. يعني ازاي نقدر نرفع حاله الاكتئاب المجتمعي اللي احنا حاسين بيها، واحنا يعني احنا جزء، احنا طول الوقت بنحتك وموجودين في الشارع، احنا في قلب الشارع، فشاعرين بحاله الاحباط المجتمعي اللي موجوده لحجم الامال اللي كانت موجوده. ف دور الانعقاد القادم يعني احنا بنقول للناس هيبتدي بعد العيد على طول، ان احنا ما قدرناش الدور ده. ان احنا نقوم بكل ما علينا، لكن دي كانت مرحله تاسيسيه وكان لازم ننتهي من التزامات دستوريه كتير كانت علينا. نعم. لكن دور الانعقاد القادم احنا هنؤدي بشكل افضل. في مده زمنيه معينه محطوطه او محضره لملف الاسعار والرقابه يعني على يعني بعتقد ان احنا دور الانعقاد الثاني لازم نكون انتهينا ان شاء الله من هذه المسائل، ونقدر نطرح امر كمان زي الضريبه التصاعديه. في البعض بيتكلم ان احنا نعمل ضريبه على الاغنياء مثلا، يعني دي افكار موجوده داخل البرلمان. تمام. يعني الفكر واصل لهذه المرحله. بس مين هم الاغنياء؟ ما احنا لازم نحدد مين هم الاغنياء. يعني
اللي بتبلغ ثروته رقم معين. تمام. يعني رقم معين فده تمام. ممكن يفرض عليه ضريبه ثراء او كده. تمام. يعني دي افكار مطروحه، انا ما بقولش ان ده هيتعمل لسه، لكن دي افكار موجوده. احنا طول الوقت بنفكر ازاي نقدر نوفي حق المواطن علينا، ازاي نقدر يحس انه لا ان في انفراجه في امل، لانه انا يعني في النهايه احنا كبرلمان مش عايزين من نخون ثقه الناس فينا ولا ما نكونش على مستوى تطلعاتهم. عايز ارد على قانون بناء الكنائس. قانون بناء الكنائس زي ما رئيس المجلس قال خلال جلسه مناقشته ان هذا القانون قانون توافقي. نعم. وانه الكنائس الثلاثه وافقت عليه بعد ما الحكومه وضعت التشريع، الكنائس الثلاثه وافقت عليه وتم مناقشته داخل البرلمان باستفاضه. وعايز اقول ان دي خطوه على الطريق. نعم. ممكن يكون القانون في بعض مواده مش مرضي لإخواتنا الأقباط، لكن منهم المادة 2 كان حواليها جدل كتير جدا حوالين أنه ترتبط مسألة مساحة الكنيسة بعدد الأقباط في المنطقة اللي موجود فيها الكنيسة. ده مادة أثارت الجدل جدا، ويعني خدت نقاش كبير داخل البرلمان. لكن خلينا نقول ان دي خطوه، احنا طلعنا بقانون من 170 سنه كنا بنحاول نطلع بيه فطلعنا بيه فعلا، واعتقد ده نجاح في حد ذاته. وتعديل هذا القانون ده شيء وارد وفي ايد اي نائب ان هو يتقدم بتعديل هذا القانون ويقدر ان هو يعدل بعض مواده. كمان قانون التظاهر، يعني اعتقد ده من اهم برضو الملفات المطروحه الفتره اللي فاتت، خصوصا انه جاء القرار بعدم دستوريته، فتعليقك ايه يعني على الموضوع؟ حضرتك بتفتحي كل الملفات الشائكه. معلش هناخد تيبس كده عارف سريعا كده ايه نمر على الحاجات بشكل سريع. قانون التظاهر من القوانين اللي اثارت الجدل، والبعض بيرى انه في بعض مواده في شبهه عدم دستوريه، لكن قانون التظاهر بشكل عام في كل دوله، في كل دولة في العالم هناك قانون ينظم التظاهر، وما فيش حد يختلف مع هذا الأمر. نعم. إنه إزاي إن يكون عندي قانون بينظم التظاهر وينظم هذا الحق، هو حق في النهاية أقره الدستور. نعم. لكن في خط رفيع قوي وفي معيارين لازم دايما نكون موجودين في الحسبان، إزاي إن أنا أحافظ على حرية التظاهر والحق في التعبير، وفي نفس الوقت أحافظ على عدم استنزاف الدولة من الناحية الاقتصادية وعلى الأمن القومي المصري. المعيارين دول لازم يكونوا قدامي وأنا بحط أو بعدل قانون التظاهر. قانون التظاهر فيه مادتين أساسيتين هما اللي فيهم المشاكل أو الجدل. المادة الأولى متعلقة بالإخطار، إنه الداخلية لازم توافق على إخطار التظاهر. المادة الثانية متعلقة بالعقوبات المترتبة على خرق قانون التظاهر، ومنها الحبس. فدول المادتين اللي اعتقد انه اللي كان عليهم عليهم جدل وهيتم مناقشتهم، وفي نيه لتعديل قانون التظاهر في دور الانعقاد الثاني. تمام. واعتقد ان التعديل هيمس المادتين دول بشكل او باخر، لكن هنوصل لافضل الحلول في المادتين دول وفق المعيارين اللي قلت عليهم، هو الحق في التظاهر اللي اقره الدستور مع الحفاظ على الامن القومي المصري وعلى الاستقرار الاقتصادي اللي احنا بنسعى اليه. عظيم استاذ طارق. نخش بقى على لجنه العلاقات الخارجيه، وعايزين نعرف اللجنة أقرت كام اتفاقية دولية خلال فصل التشريعي الأول؟ احنا أقررنا 60 اتفاقية دولية. ال60 اتفاقية دول كانوا مع دول مهمة جدا من الناحية الاقتصادية، وكانت معظمها اتفاقيات اقتصادية. كان في اتفاقيات مع روسيا، كان في اتفاقيات مع الصين، مع اليابان. يمكن اتفاقيات اليابانيه كانت كتيره وكانت مهمه جدا، متعلقه علاقاتنا بالتعليم. علاقاتنا الاسيويه اعتقد انه كان ليها برضو نصيب كبير قوي، سواء كانت الصين او ده يعني ده نتاج للسياسه العامه اللي بنحاول نرسيها دلوقتي. يمكن السلطه التنفيذيه عليها دور من خلال الدبلوماسيه الحكوميه، واحنا علينا دور ايضا من خلال الدبلوماسيه البرلمانيه، انه ازاي نبدا نفتح افاق العلاقات الخارجيه المصريه على كافه الاصعده والكتل السياسية. فالنهاردة مصر كانت فيما مضى كانت مركزة مع الغرب، انها علاقاتها بس منصبة مع الولايات المتحدة الامريكية. مزبوط. ومع اوروبا، لكن احنا النهاردة انفتحنا على الكتلة الشرقية ايضا، انفتحنا على روسيا، انفتحنا على الصين مع تطور العلاقات. برضو احنا لم نخفى العلاقات الامريكية او الاوروبية، لكن انفتحنا كمان على اسواق جديدة وابتدينا. ده يعمل يعني استفادته في حاجتين. الحاجة الاولى انه يفتح لي افاق اقتصادية
اقتصادية رحبة، وان انا اكون عندي حرية في التحرك في اسواق متعددة، وابدأ افتح هنا مجال الاستثمار لمستثمرين من اماكن اخرى غير اوروبا وامريكا. بالاضافة لده انه عندي استقلالية في قراري الوطني، لان انا عامل توازن في علاقاتي الدولية. مظبوط. وابدأ يكون عندي استقلال كامل في قراري الوطني، وده اللي مصر بتدعمه بشدة من بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وفي اعتقادي انه احنا على الملف الخارجي مصر نجحت الى حد كبير جدا في الاداء على الملف الخارجي، رغم الصعوبات اللي كانت بتواجهنا والامور اللي انا مش عايز اقول مؤامرات، ما كلنا عارفين طبعا، لكن في الطيارات اللي قاعده بتقع دي وبوظت علاقاتنا بكام دوله، واحنا تداركنا ده وحاولنا نعالجه وسارعنا في ان احنا نعالجه. طب كلمني عن صوره مصر ازاي تم توضيحها بشكل مباشر للغرب، خصوصا احنا يعني مصر لا تزال بتواجه هجمات شرسه جدا غربيه، فازاي اتعاملت معاها لجنه العلاقات الخارجيه؟ كان في محاولة يعني شديدة من ما اعرفش يعني من دولة ما من عدد من الدول المتربصة بمصر من بعد ثورة 30 يونيو، ومش عاجبها اللي حصل في مصر في 30/6، وشفنا موضوع الطيارات اللي وقعت وازاي ان الطيارات دي كانت بس مع الدول اللي بتشهد مصر معاها تقارب، يعني ما وقعتش طياره مثلا لدوله احنا متخانقين معاها، لا الطيارات بتقع للدول اللي مصر بتشهد معاها تقارب اقتصادي وتقارب في العلاقات وتقارب على المستوى العسكري كمان. فاول ما قربنا من روسيا راحت وقعت طياره، اول ما قربنا من فرنسا وقعت طياره. ده كان بالنسبة لنا شيء. أيضا موضوع إيطاليا وإزاي أنه الأول بدأوا بالقنصلية الإيطالية في القاهرة فجروها، وبعد كده ظهر ملف ريجيني وموضوع ريجيني، وده أكيد لسه هنتكلم فيه طبعا. يمكن احنا قدرنا الى حد كبير ان احنا يعني نقوم بدور، وايضا الدبلوماسيه الحكوميه في عوده السياحه، وان شاء الله احنا يعني ازاء عوده مرتقبه للسياحه الروسيه. من؟ ويمكن يعني احنا وصلنا الى مرحله جيده جدا. يمكن الروس كان عندهم بعض المطالب متعلقه بعمل قنصليه في الغردقه، وده تم، قنصليه روسيه. عظيم. كان اليوم مطلب اخر في ان يكون في يعني مكان خاص بالسياح الروس داخل المطار، مطار الغردقه وشرم الشيخ، ان في صاله خاصه، صاله وصول خاصة بالسياح الروس في شرم الشيخ والغردقة، وده أيضا تم الاستجابة لي. بالرغم أنه ده مطلب يعني لا لكسرة عدد السياح الروس، لكسرة لتسهيل تسهيل إجراءات دخولهم وتأمينهم يعني. تمام. فهنا ده كان في إطار، يعني إحنا إزاء إن شاء الله عودة السياحة بشكل عظيم قوي كمان، وده يمكن بيرتاح لي القرى السياحية في الغردقة وفي شرم الشيخ. أيضا العلاقات المصرية الفرنسية تقريبا لم تتأثر، بل زادت قوة، لأنه كان في تفاهم كبير من الجانب الفرنسي لأبعاد ما يحاك بعدد من الدول، وحتى فرنسا الآن بتعاني من الإرهاب وتكافحه، وبالتالي مدركة للأمر ولم تتأثر العلاقات المصرية الفرنسية بأي شكل. عندنا ملفات أخرى زي الملف الإيطالي، وده يمكن العلاقات المصريه الايطاليه فعلا تاثرت اكيد اتاثرت، واحنا عارفين انه اللجنه كمان لجنه العلاقات الخارجيه داخل البرلمان واجهت يعني صعوبات كتيره قوي في ملفات خطيره بتشكل امن قومي لمصر، منها ملف الطالب الايطالي ريجيني. هل في اي جديد في التحقيقات استاذ طارق، يعني تمدنا بمعلومات عن الموضوع ده ولا لا؟ يمكن احنا شكلنا لجنه مشتركه من لجان العلاقات الخارجيه والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وفي هذه اللجنة يعني استقبلنا في البرلمان الجهات المعنية للتحقيق في قضية ريجين، سواء كان ممثلي من وزارة الداخلية أو وزارة العدل، واطلعنا على كافة الأمور المتعلقة بملف ريجيني من أوله لآخره وما وصل إليه. أول حاجة، نحن إزاء قضية جنائية، وهذه القضية احنا كنا عندنا حالة استنكار شديدة انها تتحول الى قضية اللي يتم تسييسها وتتحول الى قضية سياسية في الداخل الايطالي، مش بس الداخل الايطالي، الداخل الاوروبي، وانها تستخدم هذه القضية من اطراف في الداخل الاوروبي تسعى لتشويه سمعة مصر والنيل من ملف حقوق الانسان في الداخل المصري. وهنا انتبهنا انه ازاي نستعيد او نعيد مره اخرى القضيه من انها قضيه سياسيه الى اننا بنناقش قضيه جنائيه وارده انها تحصل لاي مواطن. في مواطنين مصريين تعرضوا لحوادث مماثله في ايطاليا،
صحيح في مواطنين كتير. مصريين تعرضوا لحوادث وفي نفس مواساة في التوقيت لندن، يعني وفي نفس التوقيت عندنا كم قضية في لندن لم يصل توقيت قريب بالظبط، لسه قريب يعني. صحيح عندنا كم حادث في لندن، الناس اللي كانت بتنط من الشبابيك دي ما مش عارفين لا سعاد حسني ولا الليسي ناصف ولا اشرف مروان، يعني دول كلهم قضايا لم يصلوا فيها الى متهم ولم يقدموه لمحاكمة، وبالتالي ده مش تقصير مننا ولكن ده في طبيعة العلاقات الدولية، انه العلاقات الدولية ما بين الدول لا يمكن انها تتأثر بان رعايا تعرضوا لدولة اخرى انهم يتعرضوا لحوادث جنائية، لانه اكيد بالتأكيد في دول اخرى تعرضوا برضو مواطنين ايطاليين او اي بالزبط. مواطن احنا كنا بنسال الجانب الايطالي بنقول لهم ايه اخبار المواطن اللي ظهر محروق في امريكا، ايوه انتوا ليه ما قلبتوش عليه الدنيا وكلمتوا المنظمات الدوليه يعني واضح ان الموضوع حاجه ثانيه يعني احنا طبعا الوقت جري بسرعه جدا استاذ طارق، وكنت اتمنى اسالك اسئله كتير جدا الحقيقه، يعني تغريده الصبان حطالي يعني عارف مجموعه من التساؤلات اللي بتدور في اذهان المصريين كلهم، بس ايه يعني معلش، لكن ان شاء الله بنتمنى للجنه العلاقات الخارجيه في داخل البرلمان انه ان شاء الله في الفصل التشريعي الثاني يعني يكون بالتوفيق طبعا في الاول، ويكون في حقائق كتير بدات توضح لجموع المصريين. انا بشكرك جدا على قبولك استضافتنا في نهارك سعيد، وميرسي جدا لحضرتك. مشاهدينا كان معانا الاستاذ طارق الخولي، هو نائب اباء البرلمان وامين سر لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس النواب. هروح لفاصل ونرجع مره ثانيه نستقبل ضيف جديد في نهارك سعيد، استنونا.